اليوم كنتواجدوا بثانويه النجاح بالزرارده في اطار واحد الاتفاقيه شراكه لي ان شاء الله باش ننجزوا واحد الورشه، ورشه تدريبيه في مجال يعني التوجيه المدرسي والمهني. في الحقيقه اليوم كنشهدوا هذا الحدث هذا اللي هو مهم باش نمكنوا التلاميذ والتلميذات من المهارات الكافيه باش يقدروا يمشيوا في الاعداد ديال المشروع الشخصي للمتعلم. كما تعرفون جميعا اليوم اصبحت هناك يعني تحديات كبيره مستجدات في عده مجالات، الذكاء الاصطناعي، التمكن من اللغات الى غير ذلك. فكرنا في جمعيتنا باش نهتموا بهذا المجال ديال التوجيه الدراسي والمهني، لانه اذا كان التوجيه مزيان بالنسبه للتلاميذ والتلميذات كيمشيو في المسار ديالهم مزيان وغيساعدوا وغيعاونوا باش نخليو الرايه ديال بلادنا عاليه ويساهموا في المضي قدما بهذا الوطن الحبيب.